هاني شو عامل؟ جانين صارت معه نفس الكريزة تماما مثل لما جوزت مناول. كمان اللي عم يصير معه مو قليل، هلا كل ما حط عينه على وحده بيجي هذا المقوس عفيف بخلصه اياها. يا اخي بينه وبينك الدنيا اسمه نصيب، بعدين هاني مو صيدي. هو ماله شخصية قدام النسوان. المرأة إذا ما كان الرجال حنشل من الحناشة ما بتحب تعيش معه، لك لازم يطبعها. طبعا، وإلا بيفلت الزنبلة تبعها. هلا أم هاني كل يوم أنا بعشية ببهدلي مشان ما تتمرد. وبوران هيك؟ مرأة شخصيته قوية، بس أنا قطعت راس القط من ليلة العرس وحطيت النقاط على الحروف حتى صارت لك بإيدي مثل العجينة، هلا ما بلتفت عليها هيك إلا بتفهم علي. أهلين. لكن لازم الواحد يفهم على مرته على الطاير، العلاقة لازم تكون قائمة على الحب المتبادل والتفاهم. لكن وإلا بعدين الحياة ما بتنطاق. عن شو عم تحكوا كنتوا؟ احكوا لي عن شو؟ عم ياخذ رأيي بالعلاقة الزوجية. لا بوران لا، عم نحكي على هذا المسكين هاني، كل ما زبط وحدي بيجي عفيف بخلصوا إياها. من حيوانتهم. إيه بس الرجال لازم يعبي مركزه، ما بصير يكون خرو. أنا يدفعوا لي ذهب الأرض يقولوا لي تتجوزي مايك تايسون، بقول لهم لا بدي واحد مثل خاتم بإيدي، شو ما إلا يقول لي حاضر ويزق غراب. مشان هيك ندمانة لأني جوزتيني، أنا ما بتنطبق علي هالمواصفة. لا لا ندمانة ولا شيء، بالعكس مبسوطة كثير، ما في وحدة بالمعمورة مبسوطة أكثر مني، وما في وحدة بتلاقي رجال مثل حكايتك. سويت له قهوة؟ لا ما سويت قهوة. قام ساوي. لك الله يصف عمري ويريحني منك ويخلصني من البيت. لك لك شفت أنا ما بقتنع. بجوز كان بده يجي لهون وغير رأيه. لا لا بده يجي لهون لا غير رأيه، بس عمل له حجة مشان يشوف حبيبة القلب. لا لا أبي مو من هالنوعيات. طيب شو عرفك إنه مو من هالنوعيات؟ لك وينك أنا بقص رقبتي إذا ما كان حاطط عينه عليها. كل اللي بيسمعك بقول إنه أبي نسونجي. ومين قال لك إنه ماله نسونجي دخله؟ بعرفه بعرفه، طول عمري عاش أنا وياه. ها ما بتعرفي شي يا حصرتي، كل الرجال مالهم أمان، كلهم عايشين بالكذب والخداع والنفاق. ما سمعتي المثل يلي بيقول يا مأمنة بالرجال مثل المي بالغربال؟ أبي طول عمره رضيان باسمته، بحياته ولا مرة عينه زاغت. لك مو هي بيكون غار من المنحوس عفيف، يخرب بيته مثل مكنسة الكهرباء، مو مخلي زبالة لحدا. يلا شو قصدك يعني على شو عم ترمي نحلة زبالة؟ زبالة ونص، ليش في وحدة بترضى تعيش مع ثلاث ضراير حبيبتي؟ ها؟ أحسن ما أعيش مع هاني. هاني؟ عم تعيبي على هاني؟ العين تسبعك، إيده لوشكن مراية. إيده لوشنا مراية؟ لا حبيبتي، الوحدة فينا بتسوى لحية اللي خلفوه. وليه؟ عم تقليلي وليه؟ والله لعله لعبة. روحي تضربي أنت وأبوكي، شوفي إذا أبوك بيدوس البيت لأكسر له رجله وحمده إياها، أنا بورجيكي. ورجيني. شفتي مشان تشوفي بعينك. خاطرك بوران. ما قلت لك حاطط عينه؟ لك مين في بهالبيت بنحط عينه عليه؟ امشي تعا قدامي امشي. هلا شو بيك؟ ليش هيك جار رطيني وعم تشديني؟ وينك؟ إذا تاني مرة بتحط إشرك بهالبيت لأكسر لك إياها وحملك إياها. يا حبيبي بدي تمنعيني زور بنتي كمان؟ ليش شو أنت عم تزور بنتك؟ إيه على عيونك معشش عند بوران مثل القطة اللي قدامه اللحمة. لك لا لك يا أمها، شو دخل بوران؟ كنت عند أبو طمزي، بعدين بوران مرته. وينك؟ لو ما كنت بتحكي بنومك كنت صدقتك، بس آه امشي.